استضاف ديوان الزلزلة مساء أمس غبقة رمضانية حضرها عدد كبير من المسؤولين والمواطنين. وعلى هامش الغبقة أكد النائب يوسف الزلزلة أن 7 قوانين لم تدرج على جدول أعمال مجلس الأمة رغم السعي لإقرارها في دور الانعقاد الحالي. أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة بأن 7 قوانين لم تدرج بشكل نهائي حتى الآن كي يتم إقرارها في دور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها القوانين الخاصة بالقضاء وبالجامعات الحكومية والأهلية. تصريحات السيد الزلزلة جاءت على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس. طبعا كان هناك اتفاق مع الحكومة حول المواضيع الخاصة بالقضاء، هناك 4 قوانين كان من المفترض أن تتفق عليها الحكومة وتأتي بها إلى اللجنة التشريعية، وباللجنة التشريعية يكتب التقرير ويحال إلى مجلس الأمة. لكن إلى الآن مع الأسف الشديد، مع أن هناك وعود حكومية كانت أن هذه القوانين ستحال إلى المجلس وسيكون هناك اتفاق حكومي عليها، لم يحدث ذلك مع الأسف الشديد، وبالتالي كل القوانين المرتبطة بالقضاء إلى الآن لم ننتهي منها. وأيضا هناك قانونين يخصون الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، كان من المفترض أيضا أن الحكومة تنتهي مع اللجنة التعليمية وتقدمها أيضا للمجلس وننتهي من التقرير، لكن مع الأسف الشديد إلى الآن لم يتم ذلك. السيد الزلزلة أكد أن اللجان البرلمانية ترى رأي الحكومة ثم تقيم هذا الرأي ومن ثم ترسل تقريرها للمجلس الذي يتخذ القرار بدوره. كما وضح لنا النائب الدكتور يوسف الزلزلة كونه رئيسا للجنة الأولويات إلى أن مجموعة من القوانين العالقة لم تدرج إلى جدول الأعمال، مثل قوانين المتعلقة بالجامعات الحكومية والأهلية والقوانين المتعلقة بالقضاء، حيث أكد الدكتور يوسف الزلزلة بأن إلى الآن لم يلمس الاستجابة بشكل نهائي من قبل الحكومة. حبيب بوشهري، تلفزيون الكوت.